مرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. روسيا تصف اتهامها بغزو أوكرانيا بأنها هستيريا أوروبية، وواشنطن تعد آلاف الجنود التوجه إلى أوروبا. واشنطن تدين اعتداءات الحوثيين على السعودية والإمارات، وتقدم للجيش اليمني وألوية العمالقة في حريب. جلسة للبرلمان الليبي اليوم في تبرق لسحب الثقة من حكومة دبيبة، والمجلس الأعلى للدولة يعلن دعمها. إيران لا تستبعد عقد مباحثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، وخلافات داخل فريق التفاوض الأمريكي. وسط التصعيد وحشد الأطراف لقواتها على جانبي الحدود الفاصلة بين أوكرانيا وروسيا، حاول وزير الخارجية الأمريكي استعادة المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن بلاده سترسل ردا مكتوبا على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية خلال أيام، وستنتظر جواب موسكو. ورجح بلينكين أنه في وقت ما من هذا الأسبوع ستشارك واشنطن وثائقها مع روسيا، مع توقعاته أيضا بأن يفعل حلف شمال الأطلسي الأمر ذاته، مؤكدا أن مواصلة موسكو للحوار هو المسار الأفضل للولايات المتحدة. اعتبر تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية أن مخاطر إقدام روسيا على حراك عسكري في أوكرانيا زادت بعد إرسال حلف شمال الأطلسي قواته إلى أوروبا الشرقية، وقالت إن ذلك أدى إلى تأثر الأسواق الروسية بشكل كبير، فيما بات تراجع موسكو عن موقفها الآن أكثر صعوبة. وأضافت الغارديان أن انسحاب روسيا الأحادي من حدود أوكرانيا الآن من شأنه أن يترك الكرملين في موقف الخاسر خلال المواجهة الحالية. وانضم إلي من موسكو المحلل السياسي يفقيني سيدروف. أهلا بك سيد سيدروف. يعني 8500 جندي أمريكي متأهبون وجاهزين فعليا لمساعدة أوكرانيا، برأيك ما الرسالة التي يريد بايدن توجيهها لبوتين من خلال هذه العدد الكبير من الجنود؟ صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. رسالة بايدن واضحة تماما إلى روسيا، وهي أن الولايات المتحدة وحلفائها مستعدين للتصدي لأي عملية عسكرية من قبل روسيا، رغم التأكيدات الأخيرة بأن ليس لديها أي نية للهجوم على أوكرانيا. واضح تماما أن 8500 جندي وضعوا في حالة تأهب قصوى، ليس بإرسال مثل هذا العدد الكبير إلى المنطقة، ولكن طبعا هي بمثابة رسالة تحذيرية موجهة إلى روسيا. أما في الحقيقة فليس لدى هذه الخطوة، حتى إذا تم تنفيذه وتم نقل هذا العدد من العناصر إلى دول المجاورة لروسيا، فإنها لن تغير شيئا ما فيما لو بدأت مواجهة عسكرية، لأن قدرات الجيش الروسي القوات المسلحة الروسية تفوق كثيرا. ولكن حلف شمال الأطلسي يعني أيضا قد يحرك قواته، ولكن ذلك طبعا إن كان القوات الأمريكية أو قوات حلف شمال الأطلسي مرهون باجتياح روسي إن حصل. نعم، ولكن روسيا تنفي كما قلت نفيا قاطعا مثل هذا الاحتمال، احتمال اجتياحها، لكن روسيا في نفس الوقت، وهنا ربما تكمن المشكلة الأساسية، تنتظر خطوة استفزازية من قبل كييف التي يمكن أن تحاول برأي روسيا الهجوم على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، وهذا يعني أن الطرفين الروسي والغربي ينتظران
خطوات استفزازية من بعضهم البعض. واضح تماما أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا، ونهاية القصة كما يقال سوف تحدث في أواخر هذا الأسبوع عندما يأتي رد خطابي من الولايات المتحدة ودول الناتو على المقترحات الروسية. ما الرد للأسف واشنطن برأيك؟ كيف سترد الولايات المتحدة وهي من خلال التصريحات الأخيرة يعني من الواضح بأنه أصبحت مقتنعة بأن يعني الهجوم الروسي على أوكرانيا سيكون يعني تحصيل حاصل؟ نعم هذا صحيح، وأمريكا تستبق ردها بالقول إن الدول الناتو لن تتراجع أمام الضغوط الروسية ومطالبها، وتصر على ضرورة أن يكون هناك بعض التنازلات المتبادلة، أي هم ينتظرون من روسيا أيضا تنازل ما فيما يتعلق توسع الناتو أو قبول أوكرانيا وجورجيا وغيرهما من الجمهوريات السوفيتية السابقة في عضوية الناتو. حل وسط يمكن أن يكون هنا على ضوء ما تردد من بعض الشائعات بأن نقطة الوفاق التوافق بين روسيا وأمريكا قد تتلخص في موافقة واشنطن على تأجيل مسألة قبول أوكرانيا إلى الناتو لمدة مثلا 20 سنة، وخلال هذه الفترة ربما سوف تتغير الأوضاع بحيث أن هذه الخطوة حتى إذا تم اتخاذها بعد هذه الفترة لن يكون لها أي أهمية بالنسبة لما هو عليه الآن. إذا سيد يفقيني سيدروف المحلل السياسي حدثنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية على أهداف عسكرية في صنعاء، وذلك استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية للحوثيين. من جهة أخرى نددت الخارجية الأمريكية بهجمات الميليشيات الحوثية على الإمارات والسعودية، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس خلال مؤتمر صحفي إن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا، وأكد أن واشنطن على علم بحجم الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين. وأفادت مصادر أمريكية بأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى سفيرة السعودية وسفير الإمارات بواشنطن، وبحث سوليفان مع السفيرة السعودية الأميرة ريما بنت بندر وسفير الإمارات يوسف العتيبة الهجمات الحوثية المستمرة وسبل محاسبة الحوثيين. وأكد المستشار الأمريكي التزام الولايات المتحدة بالحرص على أمن كل من السعودية والإمارات، كما رحبت الأطراف الثلاثة خلال اللقاء بالجهود الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. بعد يوم من استهداف ميليشيات الحوثي للمنطقة الصناعية بمحافظة أحد المسارحة في جازان بالسعودية، تجولت كاميرا العربية في أنحاء مختلفة من المحافظة لترصد يوميات المواطنين والمقيمين على حد سواء دون أي تأثير ملموس على الحياة العامة في المحافظة. حسن الطالع والتفاصيل. على الرغم من محاولات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من وقت إلى آخر استهداف الأعيان والمناطق السكنية في محافظة أحد المسارحة التابعة لمنطقة جازان، إلا أن المحافظة والتي يسكنها أكثر من 100,000 نسمة تعيش وضعا طبيعيا وحياة اعتيادية دون أي تأثير ملموس على الحياة العامة في المحافظة. التوقيت المحلي الآن في محافظة أحد المسارحة 17:00 بعد يوم من استهداف المنطقة الصناعية في المحافظة، زاوية أخرى طبيعية اعتيادية روتينية يعيشها أهالي وشبان المحافظة. أحد الملاعب في المحافظة مجموعة من الشبان يمارسون كرة القدم بشكل اعتيادي كأي يوم آخر من أيام الأسبوع دون التوقف. هذا الأمر يستمر بهذا الشكل مع جميع المحاولات التي تحاولها الميليشيا الحوثية من وقت إلى آخر باستهداف الأعيان والمناطق السكنية. الحركة التجارية بدورها هي الأخرى في محافظة أحد المسارحة تسير بشكل اعتيادي ولم تتوقف طوال اليوم، سواء كانت في الشوارع الرئيسية أو المراكز الرئيسية أو حتى داخل الأحياء.
فيما يتعلق بالأحياء في محافظة أحد المسارحة هناك ما يزيد عن 110 تجمع سكاني في محافظة أحد المسارحة، ولم تتأثر كما ذكرنا أي جانب من جوانب الحياة الطبيعية اليومية في المحافظة. ندخل الآن إلى أحد مقاهي القهوة المتخصصة، الأمور تسير بشكل طبيعي، يتواجد مجموعة من الأشخاص هنا لتناول القهوة دون أي تأثير يذكر خلال الفترات الماضية أو مع كل محاولة من محاولات الميليشيا الحوثية للتأثير بشكل مباشر على الحياة الاعتيادية في المحافظة. وبالتالي طالما تواجدت في هذا المقهى سأحتسي أيضا كوبا من القهوة المتخصصة، وبالتالي الاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة في محافظة أحد المسارحة. من محافظة أحد المسارحة حسن الطالعي. ميدانيا في اليمن، وبعد سيطرتها على مواقع وجبال استراتيجية مطلة على مديرية عين، تنفذ ألويات العمالقة عملية تمشيط واسعة في مديرية حريب لقطع آخر خطوط الإمداد عن الميليشيات الحوثية وتأمين السلسلة الجبلية المطلة على مديريتي حريب وبيحان. ردفان أدبيس والتفاصيل. بعد سيطرتها على سلسلة جبال ومواقع استراتيجية مطلة على عين والعبدية وتطهير جبل شقير المطل على حريب، تخوض ألوية العمالقة الجنوبية معارك عنيفة مع فلول الميليشيات الحوثية لقطع آخر خطوط إمداد الميليشيات إلى جبهات جنوب محافظة مارب. نحن الآن نمشط ما تبقى من ديول ميليشيات الحوثي في مديرية حريب، وبإذن الله تعالى متجهين إلى مأرب إلى الجوبة، وميليشيات الحوثي منكسرة وألوية العمالقة في تقدم، وبإذن الله تعالى نستمر حتى مأرب وإلى صنعاء بإذن الله تعالى. عملية التفاف نفذت ألوية العمالقة في محافظة البيضاء لتطهير جبل القنضع الرابط بين محافظتي البيضاء وشبوة، فيما يشن طيران تحالف دعم الشرعي غارات مكثفة على تعزيزات للميليشيات قادمة من البيضاء باتجاه جنوب مأرب. بعد تحرير منطقة حريب الآن نحن متحركين إلى الجوبة، وإن شاء الله سيتم قطع خطوط الإمداد للميليشيات باتجاه الجوبة والتحرك إلى محافظة البيضاء إن شاء الله لتحريرها من الميليشيات حسب الخطة العسكرية المرسومة لألوية العمالقة. كثافة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الطرقات ومزارع المواطنين كانت تهدف إلى إعاقة تقدم ألوية العمالقة ومنعها من تحرير مديريات غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مارب. الميليشيات زرعت الألغام بكثافة في غرب شبوة، وزرعت في كل الألغام بكثافة في كل المكان، بالمزارع، بالمناطق الحية، بطرقات المواطنين، بالبيوت. نوعية الألغام كلها صنع محلي صعداوي وعبوات ناسفة موهاها على شكل حجار، على شكل في كفرات، عبوها داخل كفرات إطارات سيارات. لم تكتفي ميليشيات الحوثي بقصف منازل المواطنين بقذائف الهون والصواريخ البالستية، بل زرعت الموت بآلاف الألغام والعبوات الناسفة والتي أصبحت شبحا يطارد المواطنين في مناحي حياتهم. ردفان دبيس، العربية، محافظة شبوة. أفادت وسائل أعلام يمنية بقيام ميليشيات الحوثي بتفخيخ جثث قتلاها من أبناء القبائل في جبهتي حريب والجوبة، وكشفت المصادر أن الميليشيات تقوم بانتشال جثث المنتمين إليها قبليا فقط وترك جثث باقي المقاتلين وتفخيخها أيضا.
ومعنا من مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بك يا محمود. يعني فعليا ضعنا بأجواء التطورات الميدانية حيث تتواجد. نعم، هنالك تقدم مستمر لقوات العمالقة وقوات الجيش الوطني كلهم في اتجاه لتحرير عقبة ملعاء الاستراتيجية بعد أن تم تحرير مدينة حريب يوم أمس والبدء بتأمين الانتصارات التي قامت بها القوات الشرعية يوم أمس في مدينة حريب. هنالك تجاوز للسلاسل الجبلية المطلة على مدينة حريب للوصول إلى مناطق أخرى. هنالك تقدم من قبل قوات العمالقة في هذه الأثناء في الأجزاء السفلية من عقبة ملعاء من الناحية الجنوبية لاعتلاء عقبة ملعاء الاستراتيجية. هذا يعني أن قوات العمالقة تتجه فعليا نحو مديرية الجوبة، حيث تتقدم قوات الجيش الوطني من المناطق الصحراوية المفتوحة وهي الآن في مشارف بوابة معسكر أم ريش الاستراتيجي، وتتقدم أيضا من مناطق أخرى باتجاه سلسلة جبال ملعاء من الناحية الشرقية والشمالية. هذا يعني أن القوات قوات الجيش الوطني والمقاومة وقوات العمالقة ربما تلتقي في سلسلة جبال ملعاء الاستراتيجية التي تتقدم إليها قوات العمالقة. الآن هنالك العشرات من غارات طيران تحالف دعم الشرعية على مواقع للميليشيات الحوثية سواء في أطراف مديرية حريب أو في أطراف مديرية الجوبة، وهنالك الميليشيا تحاول أن تفر من الأجزاء الشمالية من مديرية الجوبة بعد أن تم قطع طريق حريب العبدية ملعاء إلى مديرية العبدية، وهنالك محاولة لقوات العمالقة لاعتلاء المرتفعات التي تقع ما بين مديريتي الجوبة وحريب، وهي المرتفعات التي لم تصلها يوم أمس، مرتفعات جديدة تقع على الناحية الغربية من مديرية حريب. إذن هنالك تقدم مستمر لقوات العمالقة، تمشيط للجيوب الحوثية التي ما تزال متواجدة على أطراف طيب مدينة محمود. حريب هنالك أيضا تقوم الفرق الهندسية بانتزاع جزء كبير من الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية في مدينة حريب. نعم، فلنتحدث عن أبرز المشاكل الميدانية التي تواجهها ميليشيات الحوثي. يعني مثلا بحريب سقطت بأيدي من أيدي الميليشيا الحوثي وسيطرت عليها، سيطر عليها الجيش اليمني. نعم، مديرية حريب أصبحت محررة بالكامل من الميليشيا الحوثية. الآن الميليشيا الحوثية تهرب نحو مديرية العبدية، ومديرية العبدية يبدو أنها ستسقط قريبا من يد الميليشيا الحوثية كونها مديرية لا تقبل وجود الميليشيا الحوثية طوال 7 سنوات، وقد حوصرت لأكثر من شهر قبل أن تقتحمها الميليشيا الحوثية. هي تقوم بعملية ترهيب للسكان فيها، هي بيئة جغرافية وطبيعية وسكانية ترفض الميليشيا الحوثية. ايضا هنالك في مديرية الجوبة هنالك تقدم لقوات العمالقة من اتجاه وتقدم لقوات الجيش الوطني من اتجاه، سيضيق الخناق كثيرا على الميليشيا الحوثية في مديرية الجوبة. وبمجرد السيطرة على مديرية الجوبة تعتبر مديرية جبل مراد من باب المديريات المتحررة ستكون، خصوصا ان خط الامداد الذي يصل الى مركز مديرية جبل مراد سيكون مفتوحا لقوات الجيش الوطني. ونعلم ان هذه المديرية سقطت دون قتال بعد ان وصلت الميليشيا الحوثية وحاصرت طريق الإمداد لهذه المديرية. إذن الخسائر الحوثية التي تمت في مديرية حريب ستكون بوابة لخسائر كثيرة في الأيام القادمة. نعم، شكرا لك. حدثنا من مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: البنك الدولي يحذر من تدهور الاقتصاد اللبناني ويحمل القيادات السياسية في لبنان مسؤولية ذلك. أهلا بكم. أفاد مراسل العربية أن قوات سوريا الديمقراطية طالبت عناصر داعش المتحصنين في السجن الصناعي بغويران في الحسكة بالاستسلام عدة مرات دون جدوى، وأضاف أن عملية الاقتحام تتم ببطء بسبب استخدام داعش آلاف السجناء كدروع، إضافة إلى وجود أسرى من قصد داخل السجن. يتزامن ذلك مع استمرار عمليات التمشيط في حيي الزهور وغويران تتخللها اشتباكات قوية، فيما استمرت مروحيات بالتحليق فوق أماكن الاشتباكات.
ويبقى معنا من حي غويران بمحافظة الحسكة مراسل العربية جمعة عكاش. أهلا بك يا جمعة. يعني ما جديد المعارك هذه المعارك المتواصلة حول السجن؟ في البداية صباح الخير لك راوية وللسادة المشاهدين. اليوم صباحا هدأت وتيرة الاشتباكات في محيط سجن غويران، حيث تبعد قوات سوريا الديمقراطية حوالي 30 متر عن مبنى السنوية الأساسي الذي يتحصر فيه مقاتلي داعش. كنا نسمع قوات سوريا الديمقراطية توجه نداءات للاستسلام الآمن إلى مسلحي داعش المتحصنين في هذا المبنى الأخير الواقع تحت سيطرتهم. لم يكن هناك أي استجابة للاستسلام. قوات سوريا الديمقراطية تمنح الوقت لهؤلاء المسلحين وتتقدم ببطء شديد ومدروس قبل أن تقوم بعملية الاقتحام الأخيرة للسجن، بسبب استخدام مسلحي داعش القصر المقاتلين القصر الذي هم أعمارهم دون 18 عام والذي نسميهم بأشبال الخلافة. حوالي 850 منهم موجودين بيد مسلحي داعش، إضافة إلى الآلاف من السجناء الذين تستخدمهم داعش في هذه الأثناء كدروع بشرية لإعاقة تقدم قوات نعم. سوريا الديمقراطية والسيطرة على هذا السجن. طيب، المرصد السوري يتحدث عن مفاوضات تجري بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر من داعش لتبادل الأسرى، إلى أين وصلت هذه المفاوضات؟ لا توجد أي مفاوضات مباشرة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش. هناك نداءات عبر مكبرات الصوت، هذه الأصوات تسمع، لأن كما قلت المسافة الفاصلة بين الطرفين لا تتعدى 30 متر. يطالبون عناصر داعش بالاستسلام لتفادي اقتحام السجن، وبالتالي يعني وقوع العديد من القتل. طيب، عندما يكون يا جمعة عندما سجناء. يكون هنالك نداءات من قوات سوريا الديمقراطية لعناصر داعش بالاستسلام، يعني كيف عم بيكون الرد؟ هل بتصعيد هذه المواجهات بين الطرفين أم ماذا؟ حتى الآن مسلحو داعش لا يردون على نداءات قوات قسد. الاشتباكات هادئة جدا في محيط السجن، يعني قسد تريد أن تمنحهم فرصة إضافية، قسد والتحالف يريدان أن يمنحوا المسلحين فرصة إضافية للاستسلام قبل يعني اقتحام السجن بشكل عسكري و طب ما الوقت، هل هنالك من وقت أعطوه لعناصر أو مسلحي داعش قبل اقتحام هذا السجن؟ يوم أمس كانت هناك مهلة، استسلم حوالي 40 من مسلحي داعش إلى قسد والتحالف، اليوم أعطوهم مهلة. عندما سألت المتحدث باسم قسد هل هي هدنة، قال لا ليست هدنة، إنما هي نداءات للاستسلام. يعني العملية العسكرية لم تتوقف، إنما هي عبارة عن بضع ساعات ونداءات متكررة للاستسلام. يعني نحن لا نتحدث الآن عن هدن أو مهل، نحن نتحدث عن استمرار العملية العسكرية مع إعطاء وقت ونداءات للاستسلام الآمن لمسلحي داعش المتحصنين في مبنى السنوية، وهو المبنى الوحيد الذي بقي تحت سيطرتهم والذي يحوي آلاف من السجناء السابقين لتنظيم داعش. طب كم يعني هي المدة المتوقعة لثبات هؤلاء على موقفهم عناصر داعش ويعني احتمائهم بهذا المبنى؟ يعني من الناحية اللوجستية وما هو موجود ربما من طعام داخل هذا المبنى؟ يعني كان هناك مطبخ كبير في السجن وبالتأكيد يحتوي على طعام ربما يكفي أسبوع على سبيل المثال، لكن هناك 3000 سجين، نعم. هناك 850 من القصر، ربما هناك أعداد غير معروفة من المسلحين، يعني ربما هذا الطعام لن يكفيهم إلا يعني بضعة أيام، لكن نعم. يعني من المؤكد أن وضع هؤلاء السجناء مع وجود جرحى وإصابات ربما يعني لا يستطيعون الصمود أكثر من يوم أو يومين وفق ما نسمع من قوات قسد. إذن شكرا لك مراسل العربية جمعة عكاش، حدثتنا من حي غويران بالحسكة.
قال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني إن بلاده لن تغير أسلوب التفاوض غير المباشر مع الولايات المتحدة إلا عند توفر اتفاق جيد خلال المباحثات التي تجري في فيينا. الموقف الإيراني يأتي ردا على ما قاله مسؤول أمريكي من أن واشنطن مستعدة لمفاوضات مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن بلاده لن تتجاهل أي طلب للحوار المباشر مع الولايات المتحدة إذا كان سيسهم في التوصل إلى اتفاق جيد. وأشار عبد اللهيان إلى أن المفاوضات الفنية في محادثات فيينا ستصل قريبا إلى مرحلة اتخاذ القرارات السياسية. يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وجود خلافات كبيرة داخل فريق التفاوض الأمريكي في فيينا. وبحسب التقرير فإن الخلافات متصلة بمدى صرامة التعامل مع إيران. وكشفت الصحيفة أن فريق التفاوض الأمريكي منقسم بشأن تطبيق العقوبات الحالية وتوقيت إنهاء المفاوضات مع الجانب الإيراني. كما أشار التقرير إلى أن نائب المبعوث الأمريكي إلى إيران وعضوين آخرين غادروا فريق التفاوض. وقالت الصحيفة في تقريرها إن بعض أعضاء فريق التفاوض الأمريكي ضغطوا للانسحاب من المفاوضات في ديسمبر الماضي. كما انتقد السناتور الجمهوري عضو لجنة العلاقات الخارجية جيم ريشا النظام الإيراني والتفاوض معه، معتبرا أن مشاكل الشرق الأوسط هي بسبب إيران وتدور حولها، داعيا إدارة بايدن إلى التعاون مع إسرائيل لوقف جهود نظام طهران للحصول على السلاح النووي. أما فيما يتعلق بالصفقة النووية فيرى ريش أنها مخيبة وغير قادرة على إيقاف حصول إيران على السلاح النووي. ومعنا من سيدني أحمد الياسري الباحث في الشأن الإيراني. أهلا بك سيد أحمد. يعني فعليا هل هنالك احتمال حقيقي لحوار مباشر بين طهران وواشنطن؟ تحية لحضرتك وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أنا لا أعتقد ذلك، يعني 6 جولات في عهد سيد روحاني وجولتان في عهد سيد رئيسي لم يحدث أن حصل يعني تباهي مباشر بين الوفدين. ولكن يعني الترويك الأوروبية فرنسا ألمانيا بريطانيا هي الأكثر، يعني هي المعبرة عن الرؤية الأمريكية في التفاوض على آراءها. ولذلك يعني ما يحصل الآن هو الوصول إلى نهاية الجولة التي يعني نهاية التوقيت الذي اقترحه الوفد الأمريكي. أنا أعتقد هذا سبب الخلاف الذي أشار له تقريركم، لأن كان من المفترض أن تكون مهلة تابعة للجولة الثامنة. الحقيقة هي أشبه بالجولة التاسعة، وانضمت روسيا مؤخرا لهذه المهلة، بمعنى هناك تخوف أيضا روسي من زيادة نسب التخصيب وعدم التزام إيران بالمضامين التفاوضية. ولذلك حصل هذا الانقسام مؤخرا. الوفد الفرنسي أيضا انسحب من هذه الجوله. نعم. وامير عبد الله يعني كان يقول انه فرنسا تريد ان تعرقل هذه الجوله، يعني تنهيها بعرقله. يعني الخلاف هو بين المضامين والمدارات. انا اعتقد انه الاوروبيون وامريكا يتفاوضون حول المضامين وايران تتفاوض. نعم. طيب سيد أحمد، يعني لماذا عاد روبرت مالي وفتح ملف المحتجزين الرهائن المحتجزين بإيران الآن وبين الوصول إلى اتفاق نووي؟ يعني ما الهدف؟ أدوات ضغط أستاذ، أنا أعتقد هي جزء من أدوات ضغط الإعلامية التي تصاحب كل يعني جولة تفاوض. إيران دائما تطلق قضايا ضاغطة وأمريكا كذلك، ولكن موضوع الرهائن الموجودون في او الموجودين في ايران هذا يطرح بين فتره اخرى في كل الجولات تقريبا. طرح موضوع حقوق الانسان، موضوع يعني انه امريكا تريد ان تبرر بعض العقوبات الشخصيه التي فرضت على القيادات الايرانيه بضمنها حتى السيد الرئيسي، يعني بانها متعلقه بملف لا يمكن ان ينسى، وامريكا معتنيه بان تحل هذه الازمه، وايران تستخدم هذه الازمه لمحاولة تبادل أسرى إيرانيون أيضا كجزء من حالة التفاوض العامة المرتبطة بمباحثات الملف النووي. ولكن أعتقد الحقيقة يعني الموضوع التقني، إذا استطاعت أمريكا أن
تحصر إيران، تحصر إيران في مساحة المواضيع التقنية، أعتقد سيحصل حل. طيب ما تقييمك لتعامل إدارة بايدن مع طهران بما يخص الملف النووي تحديدا؟ لأن هناك اتهامات داخلية أمريكية بأنه بايدن يتعامل بإنسيابية مع طهران، ولذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، عدم اتفاق. أنا أعتقد بايدن يخوض يعني ما فعله ترامب، يعني هذه تداعيات ما فعله الجمهوريون بقيادة ترامب حقيقة. يعني الاتفاق النووي ليس مثاليا، ولكن لا يوجد صيغة مقترحة أفضل منه. هذا ما يطرحه الديمقراطيون في الداخل الأمريكي، بينما يذهب الجمهوريون إلى أنه يعني بايدن ممكن أن يمتلك أدوات أخرى، ولكن الواقع الحقيقة أما الحرب أو الاتفاق، فالديمقراطيون لا يريدون الخوض بالحروب. نعم. يذهبون باتجاه محاولة احتواء إيران لإيقاف الدعم الصيني الروسي لجعل إيران يعني رأس حربة متقدم لإشغال أمريكا. يعني هكذا يفكر الديمقراطيون، ولكن الجمهوريون أعتقد أنه بدأوا يشكلون مساحة ضغط وقوة ضاغطة في الكونغرس على بايدن. أعتقد بايدن سيذهب للتصعيد يعني في الفترة القادمة. نعم، شكرا لك من سيدني أحمد الياسري الباحث في الشأن الإيراني. قال البنك الدولي إن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريبا في العام المنصرم، وإنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط بأكثر من 10%. كما اعتبر البنك الدولي أن كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير القيادات السياسية في البلاد، محذرا من أن الوضع الاقتصادي المتردي يعرض الاستقرار والسلم الاجتماعي للخطر. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ميتا مالكة فيسبوك تكشف عن توجهها لتصميم أسرع حاسوب في التاريخ، وتقول إنه سيرى النور خلال العام الجاري. روسيا تصف اتهامها بغزو أوكرانيا بأنها هستيريا أوروبية، وواشنطن تعد آلاف الجنود للتوجه إلى أوروبا. واشنطن تدين اعتداءات الحوثيين على السعودية والإمارات، وتقدما للجيش اليمني وألوية العمالقة في حريب. جلسة للبرلمان الليبي اليوم في طبرق لسحب الثقة من حكومة دبيبة، والمجلس الأعلى للدولة يعلن دعمها. إيران لا تستبعد عقد مباحثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، وخلافات داخل فريق التفاوض الأمريكي. أهلا بكم من جديد. يعقد البرلمان الليبي اليوم جلسة في طبرق للتصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة. وكشف عضو مجلس النواب سالم قنان للعربية أن المجلس سيفتح باب النقاش حول شروط الترشح للمنصب في حال كانت مدة خارطة الطريق أكثر من 6 أشهر. التدخل الدولي وتدخل البعثة وهذه التصريحات اللي من هنا ومن هنا، دول تقول لك بعد أسبوعين وبعد تقول من حدد؟ احنا ما حددناش شهر 24 ديسمبر اللي فات، ولا شهر واحد هذا اللي فات الآن اليوم انتهى. لكن هذه التدخلات من البعثة وهي ما عندهاش دخل، هي جاية للدعم، المفروض ما تتدخلش، ولا أي شخص فيها يشتغل ممثل ما عندهاش حق تقول المواعيد، ولا السفراء اللي يدخلوا متاع دول العالم كلهم يقولوا الانتخابات في وقت هذا في الوقت هذا. اللي بين احنا اللي نحدد، احنا المفوضية هي اللي نرجع إليها هذا الموضوع، هي اللي تقول متى تستطيع أن تكون جاهزة ومتى نديروا الانتخابات. في المقابل أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري دعمه لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في أداء مهامها ورفضه لمساعي تغيير السلطة التنفيذية. يأتي ذلك قبل ساعات من جلسة برلمانية سيحسم فيها النواب مصير حكومة الدبيبة عن طريق التصويت، إما لاستمرارها إلى حين إجراء انتخابات أو إقالتها وتغييرها بحكومة جديدة. ومعنا من القاهرة محمد الأسمر المحلل السياسي الليبي. أهلا بك يا سيد محمد. يعني جلسة مجلس النواب اليوم، هل ستخرج بقرار نهائي حول مستقبل هذه الحكومة أم سيتم تأجيلها؟ أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. واحدة من 4 نقاط في أهمها الجانب التنفيذي فيما يتعلق بالحكومة، إلى جانب المسار الدستوري والوضع العسكري الأمني
هذا ما يتم نقاشه في الجلسة. التقرير الذي ستقدم به لجنة خارطة الطريق سيضع آليات لإنتاج حكومة جديدة أو التعامل مع الحكومة الحالية. توجه كبير في مجلس النواب لإلغاء هذه الحكومة، ليس سحبا للثقة، لأن سحب الثقة أولا قد تم في 21 سبتمبر لم تعترف به حكومة السيد عبد الحميد دبيبة، ثانيا وفقا لخارطة الطريق بمجرد ولوج التاريخ 24 ديسمبر تعتبر هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال، ويحق للبرلمان تكليف أخرى إذا ما اجتمع بنصاف موصوف كامل أنتج من خلاله هذه الحكومة. ولكن هناك اعتراضات كثيرة جدا، ليست فقط ما أشار إليه المشري رئيس المجلس الشرعي أعلى للدولة بأنه يتمسك باستمرار حكومة الدبيبة، ولكن هناك مؤشرات لأن هذه الحكومة لن تقوم بتسليم المهام للحكومة الجديدة، وقد نرى مشهدا مثل ما كنا نراه في السنوات الماضية بوجود حكومة متوازية. هناك خلل كبير لأن المجتمع الدولي يتولى الإشادة للحكومة التي تعارض الاتفاقات السياسية، كما حصل في حكومة الوفاق التي بنيت وفق الاتفاق السياسي في الصخيرات عندما تجاوزت مدتها السنوية الزمنية، وأيضا لم تتحصل على الثقة من مجلس النواب، كان كل ما يحصل اعتراض عليه يسميها حكومة شرعية. إذن العديد من المواقف المتباينة هي تخيم على المشهد العام. طيب الليبي عندما يدعم لا شك فيه. نعم تفضل تفضل. نعم معك. يعني عندما يقوم خالد المشري بتأييد هذه الحكومة واستمرارها وهنالك نواب آخرون أيضا يدعمون، يعني يتخوفون من فراغ سياسي، يعني ما هل هذه المبررات مشروعة؟ أبدا على الإطلاق. من يذهب بالتأويل إلى أن ذلك سيحدث فراغا سياسيا هذا غير منطقي، لأنه من صلاحيات مجلس النواب التي تم تضمينها بالاتفاقات السياسية وبناء للائحته العامة القوى رقم 4 لسنة 2014 وخارطة الطريق الصادرة في نوفمبر 2020، هو يحق له النظر في تشكيل حكومة أو تعديل الحكومة الحالية. ولكن لا يخفى الآن على المتابعين بأن مهمة المجلس الشرعي أعلى للدولة بدل ما أن تكون مهمة شريك مع مجلس النواب كجهة استشارية أصبح جهة معارضة له ومناكفة لمجلس النواب في كل الإجراءات، إلى جانب أن هناك تداخلات وتقاطعات طبعا تحكمها وتضبطها المصالح العقائدية والأيديولوجية. الإخوان المسلمين يتمركزون إلى حد الآن في مفاصل مهمة في هذه الحكومة، وتمركزها في طرابلس أيضا داعما لوجود العديد من الميليشيات قد تتضرر بشكل أو بآخر بعد إنتاج حكومة. على كل حال لجنة خارطة الطريق يبدو أنها ستذهب إلى فترة زمنية متباعدة بناء على أخذها بإحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات في الاجتماعات الاثنين من الأسبوع الماضي، إذ قالت المفوضية أنها تحتاج من 6 إلى 8 أشهر، وهذا دافع لمجلس النواب لأن ينتج حكومة. شكرا لك السيد محمد الأسمر المحلل السياسي اللي بحدثتنا من القاهرة. أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية تأجيل الدعاوى لإعلان الكتلة البرلمانية الأكبر للشهر المقبل، كما ستبحث المحكمة الاتحادية أيضا بالطعون المقدمة حول شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب. وتشير المصادر إلى أن المحكمة قد تذهب إلى تأجيل ثان للبت بقانونية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي وانتخاب هيئة الرئاسة من عدمها. ومعنا من بغداد مراسل العربية منتظر الرشيد. أهلا بك يا منتظر. يعني المحكمة الاتحادية أجلت الدعوة لإعلان الكتلة البرلمانية للشهر القادم، ما الجديد حول هذا القرار وغيره؟ هناك دعوة، يعني اثنان من الدعاوى القضائية المقدمة من قبل الإطار التنسيقي حول الكتلة الأكثر عدداً داخل البرلمان أو الكتلة الأكبر، لأن هناك خلافات كانت في الجلسة الأولى من هي كانت الكتلة الأكبر التي سجلت نفسها خلال هذه الجلسة التي حدث ما حدث فيها بعد مغادرة المشهداني. بالتالي المحكمة أجلت النظر في هذه الدعاوى القضائية بخصوص هذا الموضوع إلى الأول من الشهر المقبل. أما بالنسبة للجلسة الأخرى المخصصة للنظر
في الدعاوى التي تطعن بمدى دستورية وشرعية الجلسة الأولى للبرلمان وما نتج عنها طبعا من مخرجات لاختيار هيئة رئاسة البرلمان. هذه الدعوى تم تأجيلها إلى ساعة أخرى من قبل المحكمة، لكن الجديد أيضا فيما يخص هذا الموضوع هو وصول خالد الدراجي النائب الأكبر سنا الذي أدار هذه الجلسة والتي تم فيها اختيار الحلبوسي رئيسا للبرلمان، إضافة إلى نائبيه الزاملي وأيضا النائب الكردي شاخوان عبد الله. بالتالي وصل للاستماع طبعا لشهادته حول ملابسات ما جرى خلال هذه الجلسة. بالفعل وصل طبعا قبل ربع ساعة من الآن إلى مبنى المحكمة هنا للاستماع إلى شهادته. بالتالي المحكمة طبعا بعد أن أنهت النظر في اثنين من الدعاوى القضائية أيضا التي تخص طبعا هذه الجلسة، أيضا أعطت لنفسها فسحة ساعة من الوقت لتكتمل لديها الصورة وبالتالي يحضر الشهود وأيضا الأدلة التي طلبتها أيضا إلى المحكمة، ومن ثم تبدأ هذه الجلسة بعد ساعة وأقل من ساعة. طيب من الآن نحن ننتظر طبعا ما يمكن أن يصدر خلال هذه الجلسة. هناك حديث عن ضغوط تتعرض لها المحكمة الاتحادية وهو ما يمكن استشفافه من حديث تلفزيوني أمس لمقتدى الصدر وأيضا تصريح للسيد فائق زيدان، هل من معلومات حول هذه الضغوطات؟ يعني لا يوجد تصريح رسمي حول تعرض المحكمة الاتحادية طبعا للضغوط، لكن هذه الضغوط عمليا هي قائمة. ما يضغط على المحكمة الاتحادية وعلى بقية القوى السياسية التي شكلت ما يعرف بالتحالف الثلاثي الذي أنتج اختيار رئيس البرلمان وربما ينتج اختيار رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة بوقت قياسي سريع، هذه الضغوط من قبل قوى سياسية أخرى مؤثرة لديها ثقلها داخل البرلمان أيضا ولديها تجارب سياسية طويلة منذ 2003 وإلى الآن. هذه القوى السياسية يبدو أنها تضغط فعلا لمنحها المزيد من الوقت للوصول إلى توافق، وخصوصا طبعا الخلافات تتركز هنا داخل بيتين سياسيين. البيت السياسي الشيعي لم يتفق إلى الآن على تسوية ما بين الكتلة الصدرية وبين الإطار التنسيقي، إضافة إلى خلافات حادة جدا الآن بين القوى الكردية بين أربيل والسليمانية، بين الحزب الديمقراطي من جهة الذي يصر على ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية وبين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يصر على أن يكون مرشحه لرئاسة الجمهورية الرئيس برهم صالح. بالتالي هذه الخلافات ربما تجعل المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في الدعوى القضائية هذا اليوم إلى وقت آخر، علها تمنح القوى السياسية المزيد من الوقت، وهذا ما يذهب إليه أغلب المراقبون هنا. إذن منتظر الرشيد مراسل العربية من بغداد، شكرا لك. يعقد ممثلون عن طالبان محادثات مع دبلوماسيين أمريكيين وغربيين في أوسلو تتركز على الأزمة الإنسانية التي تعيشها أفغانستان وحقوق الإنسان. التفاصيل في التقرير التالي. طالبان إرهابية، صرخة نسائية بوجه ممثلي الحركة في أوزلو على وقع زيارة هي الأولى من نوعها لممثلي الحركة إلى أوروبا منذ سيطرتها على أفغانستان لمحادثات مع مسؤولين أمريكيين وغربيين. يترأس وفد طالبان وزير خارجية حكومة الحركة أمير خان متقي في زيارة تستمر 3 أيام تركز حول الأزمة الإنسانية في أفغانستان وحقوق الإنسان وتحديداً المرأة تحت حكم الحركة المتشددة. طالبان تحاول كسر الجليد مع المجتمع الدولي وتؤكد من أوزلو دعم الحركة للمرأة الأفغانية. نحن نؤمن بدور المرأة، لكن لكل بلد ثقافته الخاصة، ولا يمكن لأحد أن يحرمهن من حقوقهن. بالتأكيد تحاول الحكومة الأفغانية تأمين البيئة الصالحة لهن، وسوف يشاركنا بإعادة بناء البلد. تصريح إيجابي يهدف لكسب الود الدولي وفتح الوصول لأكثر من 9 مليارات دولار مجمدة في المصارف الأمريكية. المحادثات المغلقة تجرى بتسهيل نرويجي، ولكن قابله تشديد رسمي على أن المحادثات لن تمثل اعترافاً بطالبان.
أمريكياً، أكدت واشنطن أنها تبحث مع حلفائها والمنظمات الدولية في سبل حل الأزمة الإنسانية، وأنها ستعتمد دبلوماسية قائمة على النظر إلى الأمور بلا أي أوهام مع طالبان. وبعد أكثر من 6 أشهر من سيطرة حركة طالبان على البلاد، لم تعترف أي دولة رسمياً بها. محاسن حدارة، العربية. قالت شبكة فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل بمراسل الشبكة بيتر دوسي لتنقية الأجواء بعد أن تلفظ الرئيس بكلمة مهينة بحقه خلال تغطية صحفية في البيت الأبيض خصصت للوضع الاقتصادي. وكان بايدن رفض الإجابة على أسئلة بشأن التوتر على الحدود الأوكرانية، وحين طلب من الصحفيين مغادرة القاعة سأل مراسل فوكس نيوز عن المسؤولية السياسية عن التضخم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، لكن بايدن لم يجبه، ثم تلفظ بكلمة مهينة بصوت منخفض التقطها الميكروفون أمام بايدن. وقالت فوكس نيوز إن بايدن قال لمراسلها إن تعليقاته ليست شخصية، وشجعه على مواصلة طرح الأسئلة المختلفة. كشفت شركة ميتا أو فيسبوك سابقاً النقاب عن تصميم كمبيوتر عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن يصبح الأقوى في العالم عند اكتماله بحلول مايو عام 2022. وقالت الشركة إن الحاسوب العملاق سيكون مخصصاً لتطوير تقنية الميتافيرس التي تعتمد على الواقع الافتراضي. وقد بدأ الباحثون في الشركة بالفعل في استخدام الحاسوب الحديث تحت مسمى RSC للتدريب على معالجة اللغة الطبيعية، والتي تتضمن الآلات والتواصل البشري والرؤية الاصطناعية ونماذج رؤية الآلة. والآن إلى الاقتصاد مع كنادين، تفضلي. شكرا راوية. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا لنلقي نظرة على تداولات أسواق المنطقة. اليوم الصورة حمراء بامتياز، وهذه تعكس ما يجري بالأسواق العالمية. في سيل أوف حاصل بالأسواق العالمية بدأ منذ الأسبوع الماضي، سجلنا أسوأ أداء أسبوعي الأسبوع الماضي على الأسواق الأمريكية منذ مطلع الوباء بمارس 2020، منذ مطلع البانداميك. المستمرة التراجعات، يوم أمس صحيح أنه وول ستريت أغلقت بالأخضر، ولكن خلال الجلسة كانت الخسائر أكثر من 4% مدفوعة بأسهم التكنولوجيا. الساعة الأخيرة حصل انعكاس على السوق وعاد للارتفاع. هذا مؤشر S&P خلال الجلسة، هذا ما أتحدث عنه. إذا بتشوفوا بنص التشارت هي النزول اللي حصل، من ثم من منتصف الجلسة بدأ يعوض الخسائر، وبآخر ساعة حصلت الارتفاعات الأكبر. خلينا نشوف صباح اليوم فإذن كيف تتداول أسواق منطقتنا. لا شك بأنه أبو ظبي ودبي على بعض التذبذب. دبي لأنه بالأمس كان عليها خسائر فادحة، اليوم ترتد بعض الشيء. خلال الجلسة كانت مرتدة، كانت بالأخضر، هلأ رجعت لتراجع بربع نقطة مئوية. أحجام تداولات ضئيلة بدبي بحدود 180 مليون درهم. بالسعودية حتى الساعة نحن بحدود 1.5 مليار أحجام تداولات، مؤشر السوق على تراجع ب0.6 نقطة مئوية. بأبوظبي تخطينا 1 مليار درهم قيمة تداولات، السوق على تراجع ب0.5 نقطة مئوية. بالكويت المؤشر الأول على تراجع ب0.4 نقطة مئوية. قطر أيضا على تراجع ب0.1 نقطة مئوية. بحرين كانت على ارتفاع، مسقط كانت على تراجع. هذه الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة بالسعودية، سهم الراجحي اليوم ولكنه على تراجع. أيضاً مجموعة تداول تخسر 0.25 نقطة مئوية، بينما أكوا باور اليوم على بعض الارتفاع ب0.10 نقطة مئوية. هذه أسهم عليها بعض الأخبار. راجحي ريت زادت حجم تمويل الحاصل عليه من الراجحي ب600 مليون ريال، صار إجمالي التمويل 1.4 مليار ريال. الجماعي سبتكو وقع عقد جديد مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، مدته 5 سنوات بقيمة 57 مليون ريال. وذيب لتأجير السيارات وقعت عقد، أو خلنا نقول ما وقعت العقد بعد، استلمت إشعار قبول العرض المالي لمنافسة كانت تقدمت بها لوزارة الموارد البشرية بقيمة 27 مليون ريال لمدة 4 سنوات. هاي الأسهم اللي أدرجت حديثا بالسوق. نحن نعلم أنه بالسعودية في حركة IPO قوية، سولوشنز وجاهز اليوم على ارتفاع، مجموعة تداول على تراجع بربع نقطة مئوية. العربية للتعهدات الفنية تخسر 2% اليوم، والنايفات على تراجع بنصف نقطة مئوية. بذكر أنه بالأيام الماضية كان في سيل أوف على هاي الأسهم المدرجة حديثا بالسوق السعودية.